أطلق المجلس العربي فعاليات مؤتمر عرب المستقبل من أمة رعايا إلى أمة مواطنين. المؤتمر المنعقد في إسطنبول بحضور 350 مشاركاً يهدف بحسب المنظمين إلى تلمس المستقبل العربي وبناء رؤية بديلة للعرب تتناسب وطموحات الشعوب في التغيير وحقها في دولة المواطنة المتساوية. هذا الواقع، وهذا الواقع يتمثل في شيء، مثل كم هائل من الآلام وكم هائل من الآمال، يعني كم هائل من الآلام نحن نعيشه سواء في اليمن سواء في سوريا سواء في السودان، يعني سواء في هذه العذابات الكبرى لشعوبنا، وفي نفس الوقت يعني هذه آلام المخاض، يعني نحن بصدد التخلص من أنظمة استبدادية فاسدة التي كانت هي السبب في مآسينا، نحن بصدد يعني الاستفاقة كشعوب من المواطنين. أدرك جيدا أن النخب الإعلامية والثقافية والسياسية دائما سيظل لها دور أساسي لتغذية روح ربيع آخر نحن في حاجة إليه، لكن يجب أن نستفيد من أخطاء الربيع الأول الذي يعني كانت نجحت فيه ثورات مضادة واستطاعت أن تجعل هذه الثورات تأكل نفسها، لأن شروط الوعي المجتمعي الذي سيحمي مكاسب هذه الثورات لم تتحصل بعد، ولذلك لم يكن هناك مسار لبناء وعي يحمي نتائج الديمقراطيات. خلال المؤتمر سيعقد 170 مشاركا من مختلف البلدان العربية 5 ورشات عمل تساهم مخرجاتها في صياغة البيان النهائي للمؤتمر الذي وبحسب المشاركين وإن بدا طموحا أو تأخر في تحقيق أهدافه المباشرة، إلا أن تقديم هكذا مقترحات والعمل على متابعة إنجازها ضرورة تتطلبها المرحلة الحالية للدول العربية، خاصة بعد ثورات الربيع وما تلاها من الثورات المضادة التي حالت بين الشعوب ومطالب الإصلاحات السياسية والاقتصادية. فنحن بحاجة إلى أن يظل الصوت العالي المرتفع الحرية، صوت الديمقراطية، صوت الدعوة للمساواة، الدعوة لحرية الإنسان ولحقوق الإنسان ينبغي أن تظل دائما حية، وهذا لا يتأتى إلا بمثل هذه الفعاليات التي يشترك فيها معالم التنوير في الوطن العربي وتتلاقح الأفكار. الجيل القادم ينبغي أن لا يسمع إلا هذه الدعوات النيرة القيمة. الحلم الجمعي هو أهم ما يسعى لخلقه المؤتمر عن طريق بلورة أهداف للأجيال الجديدة تتجاوز به المعوقات وبه تنتصر على إحباطات تركتها عقود من الاستبداد. من بين واقع الشعوب العربية المحاصرة بالطغاة والكثير من الهزائم والانكسارات تأتي مثل هذه الدعوات تلبية لطموحات الشعوب بأوطان هم فيها مواطنون لا رعايا. شروق القاسمي لقناة بلقيس، إسطنبول.